يا حبيبتي ده فول الفطار اهو. انا مش جعانه. طالع يا حبيبتي عشان تقدري تمشي. لا لا بقول لك يا بابا انا عايز اقول لك حاجه. قولي. يعني ممكن توافق؟ حاضر يا حبيبتي لو حاجه في مقدرتي هعملها، حاجه مش في مقدرتي اكيد هادي يعني هيبقى غصب عني. طيب انا عايزه كوتش اروح بيه المدرسه عشان مش عندي. مش عندك ايه يا هادي؟ ما الجزامه عندك مليانه جزم يا حبيبتي روحي باي واحده فيهم. يا بابا لا في واحده يا بابا مقطوعه من الجنب وواحده اللزق بتاعها اتفك خلاص. مش بقى لي بصه غير دي وخلاص بص قربت تتقطع. يعني كل بايظ يا حبيبتي؟ اه طب اعمل ايه طيب؟ اول الشهر ان شاء الله هجيب لك. يا بابا اول الشهر ايه يعني؟ انت ما تعرفش النهارده يوم كام؟ يا حبيبتي احنا دافعين مصاريف قد كده مش رفايف. طب اعمل ايه يعني يا بابا يعني بابا يعني يا بابا يقولوا ان انا رايحه بجزمه مقطوعه. ماشي هتلبسي اي حاجه هو اخر الشهر هيبقى كل يوم تعزيه. اخر الشهر ايه يا بابا؟ النهارده يوم 10 لسه. حبيبتي طب 20 يوم يعني مش معاكي جزمه كنت شايفه 20 يوم. هو ايه 20 ده؟ انا هكون رحت الامتحان وجيت وداخل على الترم الثاني. يا حبيبتي لازم يبقى عندك لازم ترضي باللي عندك. بابا انا مش هروح الامتحان غير لما اجيب جزمه جديده. وتسقطي يعني؟ وفلوس الدروس اللي انا بدفعها دي كلها تروح على الفاضي؟ تعالي انا قلت لك اجيب جزمه جديده وهروح. هايدي انا عارف انت مخنوقه شويه، تعالي يا حبيبتي نخرج نفك شويه ونشم هوا وما تصعبش الحياه على بعض. خلاص؟ ولما نفك ونشم هوا انت من نفسك هتقولي هو مش عايزه حاجه كفايه اللي عندي. ماشي يا بابا يلا. كده هايدي يا حبيبتي بقى تعصب عليا. عمو عمو انا والله العظيم مش حاطه بس عايزه اطلب من حضرتك طلب. طلب ايه؟ انا المشكله ان انا امتحاني الاسبوع الجاي وما عنديش جزمه اروح بيها الامتحان. معلش والله انا ظروفي على قدي مش هقدر. طب اي حاجه طيب اجيب بيها شبشب حتى. معلش والله مش معلش. خلاص بقى هادي يا حبيبتي خلينا نطلع نشم هوا، كفايه قعدة البيت خانقة، وقلت لك كل اللي أنت عايزاه هجيبه لك بس أول الشهر، لأن أنا معيش فلوس دلوقتي. طيب ماشي يا بابا. بس البنت اللي هناك دي بص باين عليها غلبانة أوي. غلبانة إيه ده أنت اللي غلبانة؟ ده شغل تسول وشغل شحاتين. هو معلش في حد شحات يقعد يذاكر في الشارع؟ لا يا بابا على فكرة يعني ما تسوقش الظن فيها، ممكن تكون غلبانة فعلا، مش كل اللي انت شفتهم صح، ما تحكمش على حد قبل ما تعرف هو ايه. يا حبيبتي دول بيعملوا كده على اساس ان احنا نتعاطف معاهم ونقول ايه ده دي قاعدة بتذاكر دي غلبانة. لا يا بابا لا يا بابا في ناس كده وفي ناس مش كده. ماشي بس هي يا حبيبتي لو في مدرسة يعني اكيد مش هتبقى قاعدة في الشارع كده يبقى عندها بيت واكيد حتى بص وقت حفلة. ايوه يا بابا جايز ما عندهاش كوتش تلبسه. طب تعالى نروح نشوفها مالها. لا هايدي انت طيبة قلبك دي اللي مخلياكي مش عارفه تعيشي وسط الناس. لا ما تخافش يا بابا تعالى بس نشوفها. طب نتراهن ان هي بتكذب وشحاته؟ ماشي نتراهن. ولو طلعت يا ستي غلبانه بجد هنساعدها احنا ليه؟ خلاص ماشي. يا حبيبتي ايه عامله ايه؟ الحمد لله. ايه احنا شفناكي كده وانت قاعده فاستغربنا بس منك. لا مفيش حاجه. هو انت بتشحتي يعني ولا ايه؟ لا ما مش شحاته والله بس انا عندي ظروف كنت بعمل حاجه كده بس خلاص قلت مش هعملها. بتعملي ايه طيب احنا ممكن نساعدك؟ خلاص بقى مكانش ليها لازمه. لا عادي انا زي باباكي وهي زي اختك الصغيره فشوفي بتعملي ايه واحنا ممكن نساعدك لو محتاجه فلوس محتاجه حاجه. بس انا قلت لكل الناس محدش عايز يساعدني. طب انت عايزه ايه طيب؟ كنت عايزه جزمه عشان الامتحان او شبشب حتى مش معايا فلوس وانا يتيمه. طب انا استغربت فعلا ان انت واقفه حافيه بالطريقه دي. طب
طب انت ما عندكيش اي جزمه خالص ولا جزمه حتى؟ الجزمه بتاعتي اللي كانت عندي الوحيده اتقطعت ودلوقتي ما بقتش عارفه البسها. طب انت فين عمك ولا خالك ولا عيلتك؟ ماليش حد. يعني انت وحيده خالص؟ من ساعه ما بابا وماما ماتوا حتى عمامي كلهم رموني في الشارع، وانا دلوقتي عايشه في اوضه ماليش حد خالص. انت يا بنتي يا بنتي مين بياكلك ومين بيصرف عليك ومين بيشربك؟ انا بشتغل. لا اله الا الله. معلش يا بنتي اسال فيك الظن والله، انا بحسبك بتشحتي والله العظيم. طب ماشي ثانيه واحده يا بابا. ايه يا بابا؟ وانت هتمشي بايه؟ ما تخافيش انا عندي كتير في البيت. ما تقلقيش احنا كده كده ساكنين هنا. ماشي هي دي هتطلع على مقاسك ولا ممكن نجيب لك غيرها؟ لا عادي. طيب شوفيها كده ولو هي كويسه يبقى مبروك عليكي. ومعلش والله يعني ما مش قادرين نساعد يعني في حاجه. عادي مفيش مشكله. انت اسمك ايه؟ اسمي حنين. ماشي يا حنين. وبرضه بصي يا حنين احنا ساكنين في البيت اللي هنا بقى على طول، لو احتجت اي حاجه هايدي دي اختك وانا زي باباك. ماشي. ممكن ابقى اخوك الكبير كمان. خلاص دي كويسه؟ اه. خلاص ماشي يا حنين، احنا هنسيبك احنا بقى وهنمشي. تعالي بقى هايدي احنا نروح على طول، عايزه حاجه حنين؟ لا. الحمد لله عليك يا رب. تعالى يا حبيبتي. معلش بقى مشيتي حافية. لا يا بابا عادي. بص يا هايدي، بعد الموقف العظيم اللي انت عملتيه النهارده ده هننزل بالليل ان شاء الله، هكلم حد كده يجيب منه فلوس وننزل نجيب جزمة. لا يا بابا انا عندي كتير جوه مش عايزة. عندك كتير جوه؟ انت مش كنت لسه قايلة لي يا بنتي عايزة جزمة؟ لا يا بابا انا فعلا اكتشفت ان الواحد المفروض يحمد ربنا على النعمة اللي في ايده، وان يعني مش كل حاجة عايزة وعايزة كتير، كل حاجة كتير مش طمع مش حلو. صدقتيني يعني يا حبيبتي لما قلت لك انت عندك احسن من غيرك وان انت عندك حاجتك تكفي بيها. بس والموقف اللي انت عملتيه ده باين لي قد ايه ان انت طيبة وان انت فعلا انا ربيتك صح. خلاص؟ ماشي. وانا يا ست وعد مني هجيب لك كل اللي انت عايزاه، بس برضو ايه يعني تراعي ان في حاجات بتبقى موجودة واحنا ما ينفعش نجيب كل حاجة مرة واحدة. ماشي يا حبيبتي تعالي بقى نقعد.